سنه تبارك الله يجازيكم لا 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 مصغر تفضل ديروا بلاصه العزيز يا الله صل على محمد فتحت الباب تاع الجد الواسع عليك كنت غينا نعلم واش كنت قادر ما تخش فيها كامل ولا كنت قادر تطرح كما امركم شورى بيناتكم كاين واحد الاستثمارات خونا اللي خصهم الاستماره او يزحف شوف سؤال برك شيخ على قناه النهار قناه النهار تكون في غنى عنها حاجه كنت قادر ما ديرهاش كاع ولا كنت قادر تروح القناه عندها شعبيه عليها ولا قناه ما تخش في جدل تاع غنى عنها ترك بدايه المسيره كاين بزاف تقولوا غاني مهدي يقولك ما نعرفوش كاين ماشي متبع السياسه وراح يفوطي انت كي دخلت فيها دخلت شغل في الزنقه ما تخرجش اظن ان جدل خونا يسال فينا قال لي لها لا رحت لقناه النهار نقدر نجاوبو وفي نفس الوقت يقول لي بلي انت الكثير من الشباب الطبقه الشبابيه وشرائح المجتمع لا يعرفونك وهذا في حد ذاته تناقض لماذا لانني كمترشح لرئاسيات استعمل كل الوسائل الاعلاميه المتاحه لدي انا الان راني نشط في حمله انتخابيه لست انشط في حصه تلفزيونيه ساخره هذا الامر الاول الامر الثاني اريد ان اصل الى هؤلاء الناس التي لا تصل اليهم القنوات الاخرى هذا البند الثاني البند الثالث كفانا ارجوكم خاوتي كفانا كذبا على انفسنا انا عندي ايام وانا موجود هنا في الجزائر كلما ادخل الى مقهى اجد قناه النهار في المقهى وعندهم 12 مليون على صفحتهم 12 مليون هذوك ماهمش من الموزمبيق ماهمش من الموزمبيق الشقيقه هؤلاء جزائريون والناس اللي يخدموا في هذه القناه التقيت بهم كلهم شباب مثلكم هؤلاء جزائريون كذلك وليسوا يهودا انا تتقاطع امور معهم وكانت هنالك سلبيات وايجابيات لكل قنوات لماذا؟ لان كما تعلمون هنالك قنوات يمولها مال فاسد وهذا يعلمه الجزائري لكن لا تمنعوني من استعمال قناه سوف توصلني الى قريه لن اصلها انا جيت بالمترو لهنا ما عنديش 100 مليار كما عطاهم الناس ما عنديش ارباب اعمال من ورائي دونك خاوتي انتم تطلبون مني ان اصل الى الحكم وتمنعوني من الوصول الى قناه والله انا لا افهم هذا لماذا خليني كمان انا خليتك تسال حبيبي العديد من المترشحين ذهبوا الى تلك القناه ولم يكن هنالك اشكال القط ومن بعد كي دخل غاني مهدي ولا خاين انا لست خائنا انا اريدكم ان تحكموا على خطابي اذا رايتموني ان بطحت وغيرت خطابي في الجزيره ولا في النهار ولا في تي اف ان ولا في برتيفي ولا في المغاربيه هنالك عندكم الحق لكن اذا بقي خطي السياسي ولم احد عنه فذلك هو المبتغى انتم وضعتم في ثقه خلوني انا نخير مساري الاعلامي ولا تجي لي تقول لي روح لهذيك وما تروحش لهذيك تريدني ان ادافع عن برنامجي في صفحه في فيسبوك خاوتي والله تفهموا هذه القضيه والله كل القنوات الجزائريه وساستعمل كل القنوات والوسائل الاعلاميه المتاحه لي ارجوكم ان تتفهموا هذه القضيه خاوتي بارك الله فيكم هو يغني محمد سؤال